إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. معلومة لصحتك مع الدكتور محمد عبد الوهاب الأبجيجي، استشاري الكبد والجهاز الهضمي والمناظير وزراعة الكبد، ونائب مدير برنامج زراعة الكبد بالمعهد القومي للكبد. جالنا سؤال من المستمع مصطفى شهاب أحمد، بيسأل عن علاج فيروس بي الجديد، أخباره إيه وإمتى هيظهر في السوق؟ إيه حكاية علاج فيروس بي الجديد؟ هل إحنا محتاجين فعلاً علاجات تانية لفيروس بي غير اللي موجودة عندنا دلوقتي؟ وليه؟ الإجابة على السؤال ده إن العلاجات الموجودة حالياً للفيروس الكبدي بي فعالة جداً وبتجيب نتيجة كويسة جداً في إنها تخلي تحليل البي سي آر سلبي، ولكنها بتنجح في تحجيم الفيروس فقط مش الشفاء التام منه. علشان كده بنأكد على المريض إنه محتاج يمشي على العلاج طول العمر، يعني مش هينفع يوقف العلاج، لأنه لو بطله الفيروس هيرجع إيجابي تاني. وده بيحصل بسبب إيه؟ بسبب إن في جزئية صغيرة جدا من الفيروس الكبدي بي من الحمض النووي DNA بتاعت فيروس بي بتبقى لزقة جوه الخلية الكبدية، جوه النواة بتاعت الخلية الكبدية، وما بتطلعش أبدا. حتى لما يتحول تحليل البي سي آر عند المريض سلبي مع العلاج، بتفضل الجزئية دي موجودة في نواة خلية الكبد، ولو المريض توقف عن العلاج ممكن تنشط والفيروس يرجع تاني. علشان كل العلاجات الموجودة حاليا ما بتقدرش تتغلب على الجزئية دي، فبنبقى مضطرين إن العلاج يكمل مدى الحياة علشان نحافظ دايما على المريض من الفيروس ونخلي دايما البي سي آر عنده سلبي. دلوقتي بقى في علاجات جديدة لسه في طور الأبحاث والتجارب، فكرتها الأساسية هي محاولة القضاء على الجزئية الصغيرة جدا من الفيروس دي من الحمض النووي ده اللي بتبقى لازقة في النواة بتاعت خلية الكبد، واللي لو قدرنا نتخلص منها هنتمكن من إننا ندي المريض علاج فيروس بي لفترة معينة أو فترة صغيرة بس، وبعد كده نوقفه من غير ما نكون خايفين من عودة الفيروس للظهور في تحليل البي سي آر تاني، وساعتها ممكن نقول إن بقى فيه شفاء من فيروس بي، وده هو العلاج الجديد اللي ناس كتير من مرضانا منتظراه، ولكن هو لسه ما وصلش لمراحله النهائية من التجارب والأبحاث العلمية اللي تمكننا إننا نبدأ نستخدمه بأمان وبفاعلية من غير أي احتمال مشاكل منه على المرضى. دمتم بصحة وأمان. كل الشكر للدكتور محمد عبد الوهاب الأبجيجي، استشاري الكبد والجهاز الهضمي والمناظير وزراعة الكبد، ونائب مدير برنامج زراعة الكبد بالمعهد القومي للكبد. وإلى اللقاء ومعلومة جديدة لصحتك.